مرحبا بكم، معكم رضوان من قناة يعود وتراد. اليوم رح نقول يا ليالي على مقام بيات السول للمطرب صلاح الأخفاش من اليمن. هالأغنية اخترناها بناء على طلب أحد متابعيني على الإنستغرام. أنا حطيت بوست شو الأغاني اللي حابينها، وأول أغنية كانت يا ليالي، فرح نزف على مقام بيات السول مع المترونوم والعلامات الموسيقية وبعدين نشرحها. أغنية يا ليالي يا ليالي للمطرب صلاح الأخفاش من على مقام بياتي الصول. استخدمنا هون الأكتاب الثاني بمقام بياتي الصول. بيسألوني شو الأكتاب؟ الأكتاب يعني 8 علامات، اللي هنن الأكتاب هون الثاني يعني بيبتدي من الصول، اللي هي الصول الوتر المطلق. فعنا صول وتر مطلق، لا إصبع ولا نصف بيمول، سي بيمول إصبع ثالث، دو وتر مطلق، ري إصبع تاني، مي بيمول إصبع تالت، فا وتر مطلق، وعنا الصول بالإصبع التاني على وتر اللي هو وتر الشرارة. إذا صار عنا صول لا سي دو ري مي فا صول. الإيقاع هو إيقاع ممكن نقول عنه إيقاع عربي أو إيقاع صنعاني، ما بيهمنا التسمية، اللي هو بهالشكل بيجي تنوع ما بين علامتين داتسن وعلامة النوار أو هي العلامة السوداء. فبيبتدي فيه من عند المقدمة، طبعاً هي عزفناها مثل ما عزف المطرب صلاح الأخفش. بالغناء. اذا هون نحن استخدمنا العلامات القرار مشان نحاول نمشي مع الوزن الموسيقي، اذا نحن تاه عنا الوزن الموسيقي. هي السرعه بحدود ال 140 ل 150 للسوداء، فنحن بطأناها قدر الامكان. بفوت بالغناء مي 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 ري 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 دو 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 سي 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 سي، اللي هو يا لا يا لا ممكن نعمله قرار وجواب سي 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 دو لا سي، او ممكن نعمل سي 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 سي، احنا براحتنا. اذا هاي بالنسبه للجزء الاول، بعدين بننتقل سي سي دو ري 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 دو 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 سي سي لا 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 سي صول لا. قالوا ان الحب حالي، بعدين بيروح لا لا سي دو فر ري دو دو سي لا 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 سي صولا والسما في ضيق حالي، يا لا لا يا لا 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 سي دو دو فا 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 لا صول. إذا هاي بالنسبة للمذهب. رقم واحد بيرجع بعيد من عند النقطتين اللي هنن بيقول فيها نفس
جملة الموسيقية يا ليالي خبريهم اني قلبي ما نسيهم. رقم واحد بيرجع عند النقطتين لهن خبريهم اني قلبي ما نسيهم. بعدين خبري الظالم بحالي يا ليالي يا ليالي. خبر الظالم بحالي يا ليالي يا ليالي. وبني على رقم اثنين. إذا هاي بالنسبة لأغنية يا ليالي من الأغاني البسيطة على مقام بيات السولم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوني من اللايك والشير وتابعوني على learnoudonline.ca لمزيد من الفيديوهات. شكرا للمتابعة.